الإسكان أصبح أهم ملف يقلق أي شخص يفكر بالزواج والاستقرار وتكوين أسرة صالحة محبة لوطنها وقيادتها. وكان لابد للقيادة أن تولي هذا الملف بالغ الأهمية لما فيه من استقرار نفسي وأمني يهم أهم شريحة ألا وهم شريحة الشباب. من هذا المنطلق أصبح واجب علينا كسلطة تشريعية وتنفيذية أن نعمل جاهدين لتوفير الأراضي والميزانيات والخطط لتوفير السكن الملائم لكل صاحب طلب حتى يستقر في حياته ولا يصاب لا بالأمراض النفسية أو الاكتئاب أو نجعله يسقط على الدولة لتأخير طلبه لسنوات عديدة.